العراق يمتلك الكثير من مشاريع الري من شماله إلى جنوبه، ولكل مشروع أهمية معينة. اليوم حلقة أرض السواد مخصصة لمشروع مهم جدا فوق ما تتصورون، وهو مشروع الثرثار. إلى تسميات كثيرة، منخفض الثرثار أو بحيرة الثرثار، هاي البحيرة اللي تقع بين محافظتي صلاح الدين والأنبار، واستخدمت أول مرة عام 1956، وكان مهمتها خزن الفائض من نهر دجلة أيام الفيضانات. وبعدها تطورت هاي البحيرة وتم ربطها بنهري دجلة والفرات. الأرقام كبيرة جدا، إذ تبلغ مساحتها 2710 كيلو متر مربع. تخيلوا هاي البحيرة أكبر من دول، نعم أكبر من دول. الثرثار أكبر من هونغ كونغ مثلا، وأكبر من البحرين، وأكبر من سنغافورة. مشروع الثرثار تابع للهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، وكان عندنا لقاء مع مدير هذه الهيئة. خلينا نعرف الكثير على هذه الهيئة وعملها، وبعدين مكملين وياكم مع مشروع الثرثار. اهلا بكم احبة المشاهدين. اليوم ارض السواد موجود في الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل. طبعا ضيفنا اليوم مدير هذه الهيئة المهندس احمد كاظم. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا اتشرف بلقائك في برنامج ارض السواد. زاد الله شرفكم، انا اللي اتشرف. ربي يخليك استاذ احمد. اريد نعرف اليوم هذه الهيئة تخصصها، عملها، انتشارها بين المحافظات العراقية. تعتبر الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل من أقدم الهيئات المشكلة في الحكومة العراقية. تشكلت هيئتنا عام 1918 ميلادي بموجب القوانين آنذاك، واستمرت بتسميات مختلفة ومرت في مراحل عديدة. عذرا للمقاطعة، يعني قبل تأسيس الدولة العراقية؟ نعم. قبل 1921؟ نعم. 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 أقدم من الجيش؟ نعم. 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 تعتبر أقدم مؤسسة؟ من أقدم المؤسسات موجودة. نعم. في الحكومة العراقية. نعم. يعني صار تطور بعملها، تغير اسمها بلا شك. ولكن شنو عملها الرئيسي، هدفها أو عملها؟ هي من شكلت آنذاك كانت معنية في تنظيم الري في بغداد، اتطورت إلى توزيعات المياه بين المحافظات وتنفيذ الخطة الزراعية والمحافظة على نسبة الملوحة وتأمين المياه إلى دائرة البلديات لتأمين مياه الشرب، وكذلك الدوائر الأخرى المستفيدة كوزارة الصناعة ووزارة الكهرباء. نعم. ووزارة النفط. نعم. هذه الأعمالكم. هيئتنا متمثلة في 23 تشكيل عدا أقليم كردستان من الموصل إلى البصرة. نعم. على سبيل المثال في الموصل ممثلة بمديريتين، في البصرة بثلاث مديريات، في الأنبار مديريتين، في صلاح الدين مديريتين. نعم. يعني ب 15 محافظة 23 مديرية أنتوا تمتلكون. نعم. أريد أسأل سؤال مهم جدا، أنه المديرية هذه يعني عندها موضوع المراشنة. نعم. واحد واجبها اليوم التوزيع العادل للمياه بين الفلاحين مثلا. نعم. دائما في زيارات برنامج أرض السواد إلى المزارع إلى الحقول يعتبون على دائرتكم موضوع المراشنة، إحنا ما نلحق نسقي أرضنا إلى آخره من هذا اليوم الإشكالات اللي قاعدة تصير. أريد اليوم أنت من خلال حضرتك أنه تفهم الفلاح، تعطيه الصورة الواقعية اللي قاعدة تصير. واجبات أي مديرية موجودة بالمحافظات هي استلام الحصة المائية من المحافظة التي تسبقها. نعم. وتسلم إلى المحافظة التي تليها بموجب التوزيعات المائية المقررة. نعم. هذا هدف رئيسي، والهدف الرئيسي الثاني توزيعات المياه بموجب الخطة الزراعية وتوزيعات المياه فيما يخص مياه الشرب، وهي أولوية عالية الأهمية
خاصة وإحنا نمر بمواسم شحة استمرت لي 4 سنوات. الحمد لله والشكر المواطن الكريم الآن على درجة وعي عالية جدا ويقدر الظرف الذي تمر به وزارتنا بصورة عامة وهيئتنا بصورة خاصة من قلة الواردات التي ترد إلى العراق من دول المنبع وقلة الخزين وانحسار الأمطار. نعم، يعني اليوم على المواطن أو الفلاح أن يقدر الظروف العامة اللي بالبلد، قلة اليوم الواردات المائية وحصصنا المائية، ولكن أستاذ خل نتكلم اليوم بأمر سلبي ما حبيت اليوم أتحدث به، أنه موظفين هيئتكم أكثر موظفين يتعرضون للاعتداءات. شاهدنا بمختلف المحافظات اعتداءات من بعض البعض حقيقة، المتجاوزين وغيرها من هذه الأمور. هل أكو إجراءات قانونية تجاه المتجاوزين تجاه المعتدين على موظفيكم؟ حقيقة الأمور كمعنى التجاوز، احنا أكثر وزارة موجودة بالعراق تتعرض إلى التجاوزات هي وزارتنا. صحيح. تجاوزات على المال العام، يعني على المال العام اللي هي المحرمات وسرقة الماء. سرقة الماء هي سرقة مال عام، تعتبرين ان تجاوز بالرشن ملك عام، هو يعتبر تجاوز بالرشن هي سرقة مال عام، فتح منفذ تجاوز هي سرقة مال عام. وفق ما أرى أنا أكثر وزارة تعرضت أو تتعرض إلى الانتهاك الحرمات وإلى التجاوزات هي وزارة. الأهم بالموضوع والأخطر بالموضوع هاي هو من يأخذ الماء وين يوديه؟ يحوله إلى عملة صعبة. صحيح. يعني يزرع به يكسب وارد اقتصادي عنده. فمن هذا يعني للأسف الشديد اعتاش على المال الحرام على السحت. يعني ايش تترجى منه؟ يحترم الموظف؟ اكيد ما يحترم الموظف. يعني قيمات اليوم دعاوى قضائية اليوم. نعم. عن المتجاوزين. نعم. حقيقة الأمر مجلس القضاء الأعلى بالفترة الأخيرة متعاون جدا. نعم. وأبد ما يتهاون في في فيما يخص التجاوزات خاصة اللي على الموظفين. صحيح، ده تصير هاي الأمور. أكو موضوع آخر، يعني في أحد حلقات برنامج أرض السواد صورنا ردم بحيرات الأسماك اللي صارت القرارات الأخيرة، ورحنا إلى محافظة بابل، إنه بعض مربي الأسماك يقول إحنا مصادر مياهنا هي البزل. يعني هل هذه بيها إشكال؟ يقول لك إحنا ما قاعد نأخذ من النهر مباشرة، نأخذ من مياه البزل، والمياه البزل هي مثلاً عرفها انه هي اللي تنتهي من المزارع وغيرها، فهذا به اشكال يعتبر؟ اولا القانون منطى صلاحيه للمواطن يستخدم مياه البزل الا بموافقه وزاره الموارد المائيه. صحيح. هذا اول شيء. ثانيا هي مياه البزل متاتيه من مياه الري. واحنا نتكلم عن وجود شح، فاذا كانت وجود شحه مائيه ومثل ما أنت ذكرت الفلاحين يشتكون من المراشنة. صحيح. من أين يأتي مياه البزل؟ هم بالحق يجاوزون على مياه الري ويحولوا إلى المبازل، ولقينا مشاريع يجاوزون على مياه الإسالة ويخلوها بالبزل. معقولة؟ نعم، عندنا مصورة وموثقة يأخذ من الإسالة يربي بيها. نعم نعم نعم، يجاوز على الأنبوب ويكسره، وعدي تصوير فيديو أعطيه لحضرتك وعرضه بالحلقة إن شاء الله. السيد مدير عام المحترم، السيد مدير الموارد المائية بغداد، هذا المي مي أبي، والمحافظ يقول جماعة الموارد المائية يعطون مي للبحيرات، هذا بالبزل، هذا ببزل باعوه، هذا ببزل مينا إحنا، مي الشرب نفسه ها مقطوع، وذاب بالأبي هنا كاسرة، وذاب للبحيرات اللي برقم واحد ذاب بالمبزل. هذا وينه؟ شوفوا مترية كاملة بورة بال24 كاسرين، ذابين هنا وقاطعين المي على الإسائيل، والإسائيل قابة العالم تدور مي، هذا بوريهم ترى مكسور هنا بلغول المحافظ.
قال له هذا شغلك تشتكي على الري، هذا شغلك خلي يطلع يشوف ربعه شو مسوي. هاي من ألف كسر، مو كسر واحد، البزول متروسه كلها من المي الحلو. يعني اليوم هاي مصيبه انه يعتدي على مياه سالة. استاذ العزيز، انا ذكرت لك اخطر التجاوزات اللي تحدث على من ما بين الوزارات هي اللي تحدث على وزارتنا. سؤالنا الاخير، دائما انا اسال لضيوفي في البرنامج ان كانوا خبراء بمجال المياه لديهم صفات رسميه، موضوع صفه القاضي لمدراء الري هل هي مهمه ويجب عودتها؟ التجاوز في بعض الحالات، التجاوز على المياه يؤدي الى حالات خلاف عشائري. صح. والخلافات العشائريه تؤدي الى ما لا يحمد عقبه، مواجهات بالاسلحه وقتلى وخلافات بين المحافظات. صحيح، صارت. فيتطلب اجراء سريع لردع المخالف. فاهميه قاضي الجنح الى مدير الموارد المائيه اهميه في غايه الاهميه، وهذه موجوده تقرها القوانين. نعم، تتمنون عودتها؟ والله احنا نطالب بعودتها. مشروع الثرثار هو تابع الى هيئتكم؟ نعم. نعم، شنو هو يتكون مشروع الثرثار؟ في حقيقة الأمور وأحكيها أنا بفخار واعتزاز، نتيجة قلة الواردات وقلة الخزين اتجئنا إلى استخدام الخزين الميت، الخزين الميت اللي ما نقدر نستخدمه سيحا. أها. فلجأنا إلى نصب مضخات من حقيقة في بداية الأمر استخدم للمضخات الموجودة في الهيئة والموزعة على المحافظات، منها الصالحة ومنها العاطلة. نعم. وبدينا بالضخ يوم 10/6. نعم. عبرنا أزمة كبيرة جدا بالفرات، أحكي لك مدى وخطورة الأزمة. كان الخزين المائي عام 2018 أكثر من ثلث اللي بدينا به هذا الموسم. أها. 2018 حدثت انتكاسات كبيرة في توزيعات المياه بالبصرة. صحيح. وعلى أثرها استقالت حكومة السيد العبادي. أزمة اللسان الملحي اللي تسمّوا. نعم. احنا بدينا بأكثر من نص ما كان عليه عام 2018، أكثر ما كان عليه بقليل. وعبرنا موسم جاف ممتاز، ويعتبر أقل موسم بتاريخ العراق. طبعا كل التحية والشكر لك أستاذ أحمد أن نطلتنا من وقتك وهذه المعلومات المهمة اليوم لنوصل بها رسالة إلى مربي الثروة السمكية وإلى الفلاحين اللي حقيقة دائما يعتبون على موضوع المراشنة وغيرها، ولكن أكو أولويات وأكو اليوم أمور أهم ممكن من تربية الأسماك أو غيرها من هذه الأمور، ممكن مياه الشرب هي أهم. كل التحية والشكر لك. كل التحية لك وكل فريقك العام. الله يحفظك. وهذا أردكم إن شاء الله. ربي يخليك. طبعا أحبة المشاهدين، يعني مثل ما أنه سوينا هذا اللقاء وعرفنا كثير من المعلومات، جولتنا مستمرة بين اليوم أروقة ومؤسسات وزارة الموارد المائية. ابقوا يعني. عرفنا كثير عن عمل الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، وهاي المرة اللي راح يتكلم عن الثرثار شخصية خلصت حياتها بين مشاريع الري. هاي الشخصية عملت بوزارة الموارد المائية أكثر من 55 سنة. طبعا أحبة المشاهدين، لما نتحدث عن مشاريع كبيرة ومشروع مثل مشروع الثرثار،
لابد أن نلتقي مع معالي وزير الموارد المائية الأستاذ المهندس عون ذياب. أهلا وسهلا بك معالي الوزير. أهلا ومرحبا بك، حياك الله استضافتك. الله يحفظك، فرصة طيبة أن نلتقي. أكيد، واستوديو أرض السواد مشتاق لك جدا. الله يحفظك. ربي يخليك. أنا أيضا، بس الوقت هو المحدد. أكيد أكيد، إن شاء الله أتمنى لك التوفيق. معالي الوزير، المشاريع كبيرة جدا وكثيرة جدا لدى وزارتكم، وأهمها أو من المهمات جدا مشروع الثرثار. نعم، أريد أعرف شنو أهمية مشروع الثرثار. والحقيقة إحنا على وجه التحديد، المشروع هو نصب محطة ضخ الثرثار حتى يكون واضح، لأن يعني مشروع الثرثار مشروع ضخم جدا وواسع. بس عندنا إحنا حالة معينة. نعم. ما ينزل منسوب الثرثار، منسوب خزان الثرثار عن منسوب 43 متر فوق مستوى سطح البحر، المياه ما تطلع بشكل طبيعي إلى ذراع الثرثار الفرات، لأن مصدر التغذية الرئيسي هو من بحيرة الثرثار. نعم. فلهذا السبب رحنا باتجاه عملية نصب المضخات بغرض نقل المياه من البحيرة إلى الفرات. الحقيقة هذه السنة كان الفرات في وضع صعب جدا. نعم. يعني كل ما نستطيع إطلاقه من سد حديثة لا يتجاوز 200 متر مكعب في الثانية خلال الصيف الماضي. فطبعا هذا لا تكفي شيء بالنسبة بالنسبة لنهر الفرات اللي عليه مجموعة كبيرة من المدن والأراضي الزراعية والاستخدامات البشرية وحتى أهوار الشباي شهور الحمار مقدرة على هذا. نعم. فلهذا السبب رحنا باتجاه كيفية تعزيز الثرثار. فكان عندنا وسيلتين. وسيلة الأولى أن نحول من نهر دجلة كميات من المياه من دجلة. نعم. إلى الفرات. نعم. وهذه الحقيقة عندنا القناة الروائية مقدم سد السامراء، هي عن طريقها نحول المياه من نهر دجلة. يضاف إلى هذا أن نضخ من بحيرة الثرثار. نعم. فحقيقة هذا المشروع أول ما أنا استلمت الوزارة كان الحديث عنه على أساس كنت أتوقع أكو شيء منفذ، لكن مع الأسف لم أجد أي شيء منفذ خلال الأيام السنوات الماضية، بالرغم من الإعلام كان يقول أنه يحكي عن محطة الثرثار. حتى الطاقة الكهربائية، إيصال خط الكهرباء من الفلوجة إلى الموقع ما منفذ. نعم. ولكن أنت مع الوزير عذرا، أنت يعني قبل في الأيام الأولى لما. نعم. أصبحت وزير الموارد المائية. نعم. كان في بالك أنه هذا المشروع منفذ؟ نعم، كان في بالي أنه هو على أقل تقدير جزء منه منفذ، يعني الطاقة الكهربائية أكو. نعم. بس مع الأسف شفت أنه المشروع ما منفذ، وحتى المضخات اللي ما موجودة في العائمة اللي كانت منصوبة مرفوعة أيضا. السبب هو بعد فيضان 2019 من شافت الوزارة أنه ما محتاجتها، فظلت وزعت المضخات إلى مناطق. صحيح. عديدة في العراق. فلهالسبب حقيقة صار رد فعل سريع وعمل. نعم. كبير بكيفية إعادة هذه المحطة وتشغيلها بكفاءة عالية جدا. لهالسبب صار استنفار لجهودنا، وكان أبرز جهد هو جهد الهيئة العامة للتشغيل. نعم. اللي هي مسؤولة عن المضخات. بالضبط. فذهبت باتجاه تجميع المضخات من كل أنحاء العراق. نعم. كان النية أنه نستورد، لكن تعرف موضوع الاستيراد أيضا يحتاج لفترة زمنية. أكيد، تعاقد مع من شركات، تعاقد مشاكل. نعم. عقد صراعات، كل شيء أكو منافسة سواء كانت. نعم. شريفة أو غير شريفة موجودة بالساحة. فإحنا
قلنا نعتمد على مصادرنا الذاتية، فبالفعل كان هناك يعني رد فعل جيد جدا من الهيئة العامة للتشغيل مشاريع الري. نعم. أيضا ساندتها دائرة الكري في الموقع حتى تأمن الحوض الملائم لنصب المضخات. نعم. وأيضا دائرة الصيانة بمعداتها وإمكانياتها، وكان عمل ورشة كاملة يعني عمل كبير جدا في وقت زمني قصير. أمامنا مسؤولية. صح. ومواجهة الصيف موضوع حساس جدا فعلا، فلهالسبب احنا كنا مضطرين، إضافة إلى هاي رأسا حلت مشروع نقل الطاقة الكهربائية من الفلوجة إلى موقع المشروع بتصور أكثر من 30 كيلومتر، وباشرت شركة الفاو بتنفيذ هذا المشروع. ما شاء الله. الهدف هو أن نأمن طاقة كهربائية دائمية مستدامة، يعني اعتمادنا على المولدات وعلى الوقود مكلف جدا. صحيح. فصار رد الفعل السريع، وايضا رحنا باتجاه ثاني، خط ثاني، بالتفكير باستيراد بعض المضخات الاضافيه حتى نصل الى تصريف لا يقل عن 100 متر مكعب بالثانيه. بدانا من البدايه بتصريف متواضع 15 متر، ثم 30 متر، ثم 50 متر، ثم 80 متر. معالي الوزير، لما نذكر مشروع الثرثار يجي على بالنا الخزين الميت. نعم. اللي بدأ استخدامه، تعرف. نعم. هاي دلالاته. نعم. بيها تخوف لدى المواطن العراقي ولدى الفلاح العراقي. نعم. نريد نعرف يعني استخدامنا للخزين الميت هو دليل واضح انه خزيننا استراتيجي ضعيف. هو الحقيقة البعض يسميه الخزين الميت، بس هو الخزين المتاح انا اسميه في. نعم. بحيرة الثرثار. نعم. الهائلة. خزين كميات هائلة. الخزين الموجود في بحيرة الثرثار حاليا يقدر بحدود 37 مليار متر مكعب. رقم كبير. كبير. نعم. لكن وين الخطورة؟ الخطورة نوعية مياه الثرثار هي بها نسبة أملاح أكثر من نوعية مياه الفرات. نعم. فلهالسبب احنا مقيدين بأن نطلق كميات ليست كبيرة، لأن أكو هو الأملاح ليست عالية جدا، لكن المشكلة أنه نسبة الكبريتات هي العالية، فالكبريتات مؤثرة على يعني معروف أنه لها تأثير سلبي على المستفيدين سواء لأغراض الشرب أو لأغراض الزراعة أيضا. نعم. معالي الوزير، اليوم نتكلم على الهيئة المسؤولة على مشروع الثرثار. نعم. وهي الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، أكثر هيئة اليوم ومسؤولياتها أيضا رفع التجاوزات، أيضا تعتبر. نعم. في وزارة الموارد المائية أكثر هيئة تتعرض إلى تجاوزات، إلى أنه تهديدات، اعتداءات من قبل البعض. هل اليوم وزارة الموارد المائية مع عودة صفة القاضي لمدراء الري في المحافظات؟ الواقع هذه احنا كنا نتمنى ان تبقى صفة القاضي ان نعمل بها، لكن مشكلة تشريعية. نعم. موضوع فصل السلطات. فصل السلطات هي اللي منعتنا منها، لأن هناك سلطة تنفيذية فعلا، سلطة تشريعية، وسلطة قضائية. إذن احنا موضوع حاكم جزاء او قاضي للمدير الموارد المائية هذه لا يمكن اعطائها عاليا، بس حاليا احنا عندنا تنسيق عالي وجيد مع مجلس القضاء الاعلى باسناد من السيد رئيس المجلس، اعطانا دعم لكل المحافظات ان يكون قاضي هو مسؤول عن المخالفات والتجاوزات اللي تصير
في مجال وزارة الموارد المائية يعني في كل المحافظات. طبعا هذا القاضي هو وأعطاء أسبقية للتقارير اللي ترفع الشكاوي من قبل مدراء الموارد المائية، أعطاها أسبقية يعني النظر بها والاهتمام بها، فهذا شوية سهل علينا المهمة الحقيقة. هذه هيئة التشغيل هي أكبر الهيئات عندنا في الوزارة، صحيح، بها أكبر عدد ممكن يتجاوز 6,000 منتسب. أيضا كل الفروع في المحافظات تابعة لها، وأيضا الفروع عندها شعب في كل الأقضية والنواحي. نعم. فمهمتها كبيرة جدا، صحيح، ترصد التجاوزات، تعمل على توزيع المياه بشكل عادل إلى كافة المستخدمين. هذه كلها عوامل مؤثرة جدا ومفيدة بالنسبة نعم. على كل هي الحقيقة تعتبر من أهم الهيئات في وزارتنا. أغلب الهيئات مهمة لكن هي تعتبر من الهيئات المهمة جدا. نعم. تلحقها هيئة الصيانة أيضا، فعلا أيضا من الهيئات المهمة. كل نعم. التحية والشكر لحضرتك معالي الوزير أنه نطلتنا من وقتك لتوضيح بعض الأمور عن مشروع الثرثار وعن أهمية هذا المشروع. شكرا جزيلا. أشكرك، شكرا جزيلا أستاذ ظفر، أنا ممنون جدا. الله يخليك. وحتى نتعرف على هذا المشروع قررنا نشد الرحال إلى الثرثار، وتوجه الكادر وكنا اشتياق لمشاهدة العمل هناك. خليكم ويانا. من جديد استاذ احمد، وشكرا انه خليتنا نتجول في هذا المكان الجميل. انا اشوف التصوير برا في هذا الموقع اجمل من داخل الاستوديو، وحتى اليوم ما شاء الله هذه الهيئه الجميله اليوم اللي تثبت انه عمل دوائركم وعمل هيئاتكم كبير جدا من اجل مصلحه المواطن العراقي. احنا نرحب بكم ونشكر جهودكم وتحنيت عناء السفر لهذا المكان. ربي يخليك. هذا المكان اللي بذلنا به جهود كبيرة وسهر ليالي في أن نحقق شيء المواطننا الكريم. ممتاز. أريد اليوم نسمع، إحنا دائماً كنا ندرس بالجغرافيا لما كنا بالمدارس ابتدائية وإعدادية ومتوسطة، الثرثار الثرثار أهمية الثرثار. أريد اليوم نعرف أهمية هذا الموقع، أهمية هذا المشروع بالنسبة للموارد المائية بالعراق عموماً. الثرثار هو حوض طبيعي ساعة الخزنية أكثر من 85 مليار متر مكعب. من ضمن 40 مليار خزن ميت نتيجة انحسار الأمطار والظروف الخارجية اللي على بلدنا. نعم. وقلة الخزين المائي اضطرينا إلى استخدام الخزين الميت. نعم. الخزين الميت ذكرنا بأن الخزينة الذي لا يمكن استخدامه بالطرق السياحية، مما اضطرينا إلى معالجة خاصة محافظات الفرات، فرات الأوسط والجنوبية منها. نعم. إلى أن نستخدم محطات الضخ لتغذية الفرات. نعم. ليش نستخدم محطات الضخ؟ ليش ما نفتح فتحة وخلاص يدخل الماء طبيعي؟ المناسيب نزلت عن أن نستخدم الماء سياح. نزلت بحدود، إحنا بالبداية الآن فرق المنسوب صار مترين، يعني البحيرة تكون أنصر أوطأ، فلازم نعم. ضخ يكون نعم. شنو المواد اللي نستخدمها للضخ؟ هذه الأمور اللي قاعد نشوفها طبعا هنا الموجود في الموقع حاليا المنصوبة، غير المضخات اللي موجودة فوق، موجودة 53 مضخة. 53 مضخة. نعم. 28 ديزل. نعم.
و25 كهرباء، ديزل وكهرباء كلها من المتوفرة كانت عندنا، عدا 10 مضخات صينية في عقد جديد وواحدة أوروبية للتجربة. نعم الصينيات ذني؟ نعم نعم ما شاء الله، ضخ أفضل وجديدات يعني بيها ترتيب. اليوم عملكم يعني مثل أي دائرة بالمشروع، أنه عندكم مثلا من 8 الصبح لـ3 لو شلون عملكم مثل الطريقة؟ لا سيدي العزيز، العمل هنا مستمر 24 ساعة، العمل شفتين 12 ب 12. حقيقة هو لو نحسبها على 12 ساعة ب 12 ساعة، أغلب الكادر العامل يشتغل 16 ساعة يداخل بين الشفتين. نعم هنا جهود ما أقدر أفسر لك إياها أني بقدر ما هو الموقع يترجم عن حاله. نعم هذا الموقع ساهمت به عدة دوائر من وزارتنا، دائرة الكري وشركة الفاو في مد الكهرباء وتعزيز آليات من دائرة الصيانة. نعم يعني ما شاء الله دوائر عديدة مشاركة بهذا الموضوع. أكيد بلا شك، ولكن هو تابع إلى الهيئة العامة للتشغيل، تشغيل مشاريع الري والبزل. من خلال كلام معالي الوزير يعني تقريبا وصف مشروع الثرثار من أهم المشاريع الإروائية بالعراق، يعني هل يعني شنو من المناطق اللي تستفيد من هذا المشروع؟ هل منطقه معينه او كل العراق يستفاد منه؟ هو اكيد اللي استفاد من عده محافظات الفرات الاوسط والجنوبيه منها، بس نعم. ان احنا وفرنا الان نضخ الان في الوقت الحالي نضخ 85 متر مكعب. نعم بدينا ب 50 متر مكعب وصعودا من 10/6 بدا الضخ من هذا الموسم. نعم صعودا الى وصلنا 90 والان يتراوح المعدل 85. 85 تعادل حصص محافظتين او 3 محافظات. اكيد من اني مسيطر على محافظات، اكيد المحافظات الاخرى راح يكون وضعها مستريح. جيد، انا حسب معلوماتي وتكلمت وشرحت لي موضوع هذا المشروع، انه هذا المشروع تقدرون تنقلون المياه من البحيره من الثرثار الى دجله او الى الفرات او ممكن حتى تملوها، يعني مسيطر عليه. ليش فقط مركزين هذه الايام على نقل المياه الى نهر الفرات؟ الشحه قاسيه في نهر الفرات اكثر مما كونها على دجله. دجله باعتبار جل السدود العراقيه موجوده على دجله، سد الموصل وسد دوكان. نعم والزاب الاعلى والزاب الاصغر ودرب اندخان، يعني وضع دجله اكثر مرونة أو نعم. أكثر خزنا من الفرات اللي علي سد حديثة. نعم وبالعكس احنا اليوم الحالي احنا نغذي الفرات إضافة إلى المضخات بكمية من دجلة. نعم هذه المضخات أيضا لازم حضيفون عليها 5 حسب المعلومات. هالمضخات الآن اللي منصوبة 7 مضخات بصدد أن ننصب عليها، الآن موجودة 5. نعم بالساحة فوق بصدد تهيئتها وإدامتها والنزل. نعم يعني حسب ما نطاني معلومة معالي الوزير أن بحيرة الثرثار تتسع أو تخزن السعة الخزنية مالتها 37 مليار متر مكعب أكثر أو أقل. الآن الموجود 37 مليار متر مكعب، بس رقم مهين. رقم مهين بس يحتاج إلى طاقات إلى حتى الرفعة ونستخدمه. جيد ممتاز. هذا شنو الناظم؟ هو ناظم الثرثار. هذا ناظم الثرثار الرئيسي، يعني إحنا هذا ناظم الثرثار اللي بالظروف الطبيعية نعم. كانت المناسيب عالية. نعم نتحكم بفتح وغلق الناظم أو نسيطر على الكميات اللي نضخها من الثرثار. نعم. عن طريق هذا الناظم الموجود. أكو بعد 20 كيلو من هذا المكان أكو نسميه ناظم التقسيم في نعم. حال إذا احتاج الماء إلى دجلة باتجاه قناة إلى دجلة وقناة أخرى إلى الفرات أو إلى كليهما. يعني اليوم ناظم التقسيم أيضا مهم جدا، وأيضا بعمل أيضا كبير مهين. أكيد نعم الآن ما عندنا عمل به إيه؟ بس هو في حقيقة الأمر هي دائرة هندسية مثالية جدا. ممتاز. زين أستاذنا العزيز، يعني من يصير مثلا هسه إحنا وقت شحة، فرضا صارت فيضانات مثل عام 2019 موسم 18-19. نعم شنو راح يصير العمل؟ طبعا يرجع المويه لو شلون فكرت؟ لا احنا بالعكس اذا اجى موسم فيضان وكما نامل ان تكون هذه السنه رطبه
ثرثار مستعد لاستيعاب اكثر من 40 مليار متر مكعب ماء. يعني مرتاحين وضعنا مرتاح اليوم، يعني عندنا احنا ما شاء الله بوقت الفيضان الحمد لله والشكر. يعني معلومه، هندسه الري بالعراق هي هندسه انشئت لدرء الفيضان. اها ممتاز. يعني انا اريد اسال سؤال، يعني استاذ انت عندك خبره بهذا الموضوع وابن وزاره الموارد المائيه لسنوات طويله، يعني العقول اللي خططت لمثل هذه المشاريع يعني اقل ما توصف بانها عالميه. اليوم بلد مثل العراق بهذا التوزيع الهندسي الجغرافي موضوع الموارد تقسيمه شيء عظيم جدا. هذا احد، انا اعتبر احد مفاخر العراق اللي موجوده هي واقع هندسه الري والارواء بالعراق. اذا طلعنا على سد الموصل وترى الكفاءات اللي تقوم بالتحشيه وغيرها، شركات عالميه قدمت وجهود عراقيه محليه بحته، استغنينا عن كفاءه الكادر الاجنبي، وفرنا عشرات ملايين الدولارات. نعم. لو تطلع على سد السامراء، لو تطلع على سد حديثه، لو تطلع على سدة الهندية، وانا ادعوكم ان شاء الله ان نروح لهاي المواقع ان شاء الله. سدة الكوت. نعم. تلقى لمسات هندسية عملاقة محسوبة بدقة، ومثل ما ذكرت لك احد مفاخر العراق هو واقع الهندسة هندسه الري بالعراق. نعم. استاذ ولو انا ما اريد اليوم يعني نبتعد عن الهيئه العامه لتشغيل مشاريع الري والبزل، اكو اسئله بالاعلام دائما تكثر وتحكي وهذا الامور، ممكن اشاعه ممكن بها شيء من الدقه في بعض الاحيان. يعني مفترض اني اقول لك انت بما ان ذكرت موضوع التحشيه انه سد الموصل مهدد، سد فلان مهدد، يعني احنا اليوم نريد نوصل رساله اطمئنان اليوم للمواطن العراقي انه اغلب هذا الكلام اشاعات لو حقيقي. فلا شك المواقع الرسميه والسيد الوزير شخصيا اعلن للفضائيات وللاعلام وبالمحافل الرسميه والشبه الرسميه والمتحدثين الرسميين للوزاره اكدوا، والمواقع الرسميه للوزاره اكدوا اشاعات. اها اشاعات. اشاعات هذه ايضا اليوم على مود انه اليوم المواطن يعرف اليوم الثرثار والعمل الكبير جدا، يعني العمل المتواصل، يعني مثل ما تقول انه شفتات والشفتات ممكن تتداخل فيما بينها، عانيتوا من بعض الامور؟ يعني مثلا تعرف في بعض الاحيان مثلا الميزانيه ما تقر، هاي موضوع الاموال هاي تاثر على عملكم باستيراد المواد، استيراد الاجهزه اللي تخصص بهذا الشغل؟ لا شك، يعني احنا حالنا حال اي دائره اخرى ملتزمين بالتعليمات والنظم اللي المقر علينا، لكن وجدنا تعاون من وزارة الكهرباء، وجدنا تعاون من وزارة المالية، وجدنا تعاون من وزارة النفط في تخصيص الحصص. نعم. كل الوزارات، كل المسؤولين إذا أمر يتعلق بالثرثار لن يعرف مدى أهمية الثرثار وخطورته. فلقينا الوزارات الحمد لله وشكرا متعاونة جدا. لقيت كوادر اللي يمكن وزارة الكهرباء قاعد تنصب أبراج، هاي خاصة بيكم؟ لا، هاي كوادرنا. كوادركم. هاي كوادرنا خط كهرباء. نعم. كوادر وزارتنا. نعم. اللي هي الآن أكو خط كهرباء اللي ينقل لنا الكهرباء إلى موقع الثرثار، من المؤمل إنجازه قريبا. جيد، هذا يفيدكم. بلا شك، إحنا الآن عندنا 17 مولد عملاق. من 1 ميجا الى 2 ميجا موجوده. نعم. بالموقع. نعم. اذا وصل خط الكهرباء راح يوفر عليه تشغيل المولدات، يوفر عليه استهلاك الوقود، صيانتها وغيرها وكثير من بس المولد. اكيد تبقون كم مولد احتياط؟ بلا شك، لان عندي 28 مضخه ديزل. 28 الان تعمل 28 و25 كهرباء. زين، انا الصراحه لما اشوف الجدد الصينيات مثلا شيء متطور، اكو ديزل هنا هاي موجودات. نعم. قديمات ممكن اعمارهم كبير جدا، اكو فكره لتغييرهم؟ اللي تحكي عنها القديمات، طبعا الصينيات هذا عقد جديد لحد الان، اليوم من الحال احنا ما صارفين عليه اي فلس. احنا. نعم. بدينا مشروعنا كله بما ذكرت انت القديمات. هاي القديمات عبرتنا موسم قاسي جدا على العراق.
الحمد لله والشكر. الحمد لله بفضل الله تعالى. إنه مرة بعد من بدنا نعتذر من عدل إذا هذا العفن مالتنا كبير جدا. لا طبعاً. يعني ما زالن يعملن بجودة. يعملنها موجودات يعملن بس نحتاج إدامة. طبعاً الجديد أفضل. إحنا طبعاً وزارتنا بالخطة الجديدة يعني إضافة إلى ما موجود بالموقع عندنا قطة استيرادية 40 مضخة إن شاء الله. ما شاء الله. ايه ما شاء الله. سؤالنا الأخير أستاذنا العزيز، لولا مشروع الثرثار كان الصارف بمناطق الفرات الأوسط والجنوب. أنا ذكرت لك حادثة وراح أعيدك إياها. عام 2018 كان خزين العراق 18 مليار متر مكعب. حدث مشكلة اللسان الملحي بالبصرة. صحيح. وحدث ما لا يحمد عقباه. أزمة سياسية. استقالت حكومة العبادي على أثرها. إحنا هذا الموسم أكثر من نص ما كان عليها عام 18 بدينا هذا الموسم. نعم. والحمد لله عبرنا. طبعاً الثرثار إلى دور كبير جداً في حلحلة وانتعاش بعض المناطق من المياه. ربي عمره إن شاء الله ويتحسن ويتطور بجهود الخيرين مثل أمثال حضرتك وايضا العاملين كلهم بهذا المشروع. شكرا جزيلا استاذ احمد. شكرا مبارك بكم ويحفظكم ويرعاكم. الله يبارك احنا الممنونين. ان شاء الله نشوفكم في مواقع اخرى ذات اهميه كبيره مثل هذا الموقع. ربي يحفظكم. شكرا جزيلا. الله يبارك. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يرضى. طبعاً رحب بيك أستاذ سرمد حمادي مدير إدارة مشروع الثرثار. أهلاً وسهلاً بيك. أهلاً وسهلاً بيك أستاذ. الله يساعدكم. الله يساعد. لازم 24 ساعة منتبهين وكلها كهرباء وديزل وهاي الأمور. أي نعم مستمرين. صار لك كم يوم ما رايح لهلك؟ تقريباً هذا الأسبوع يوم الثامن. اليوم الثامن. على التوالي. لأن لازم تكون موجود هنا. طبعاً 24 ساعة تشغيل مستمر واستمرارية التشغيل عندنا. 28 مضخة ديزل. عندنا 25 مضخة كهرباء استمرارية التشغيل لمدة 24 ساعة. 24 ساعة. أي نعم. الأصعب بالصيف أو بالشتاء العمل؟ أكيد بالصيف أصعب بسبب درجات الحرارة وارتفاع حرارة المكائن داخلها حتى دفتي المكائن والمكائن ويانا ويانا يعني. نعم. مستمرين. بالشتاء جيد؟ بالشتاء الجو أطيب بس حيصير عندنا مشكلة الضباب والبرد يعني تدري المكانات مفتوحة فدرجة نعم. الحرارة راح تنخفض شوية حسب إن أضرار يعني للعاملين بها. التزيين المراقبة على المكائن مستمرة احنا 24 ساعة فوق نعم. المكائن. طريقة المراقبة شلون يعني كاميرات؟ عندنا كاميرات وعندنا مشغلين يفترون فوق المكائن واحدة واحدة. أي واحدة تطفى أو يقل الرون مالتها نرجع نعيدها للتشغيل مرة ثانية حتى نحافظ على مستوى التصريف نفسه مالتها. شنو المستوى؟ عندك أرقام على مستوى التصريف؟ يعني أرقام متناهية من 8 إلى 90 متر تقريبا تصريفنا بالثانية الواحدة تقريبا. بالثانية الواحدة. ممتاز. إحنا نستخدم هذه البحيرة بحيرة الثرثار بوقت الأزمة. وقت الأزمة. نأخذ يعني. منها ماء. صار نجد نأخذ من بحيرة الثرثار. بلشنا تشغيل يوم 15/6 لحد الآن. بلشنا نعم. أول تشغيل. يعني تقريباً من 15/6 إلى الآن كم مليار متر مكعب أخذنا من البحيرة؟ والله يعني كأرقام ما عدنا من المركز الوطني كأرقام بس إحنا المناسيب في طور النزول يوم بعد يوم بس إحنا مستمرين بالتشغيل ويانا لدعم الشحة مال نار الفرات ويانا ويانا كأرقام. نعم. عندنا يعني احنا معتمدين اليوم على مياه الامطار اذا ان شاء الله اذا جتي راح طبعا يعني مياه الامطار هم عامل اساسي في خاصه بالزراعه الشتويه وهاي دعم هم تنوي انا كضخمة 80 متر اضافه للحلوه اضافه الى نهر الفرات انا مدير ضخ كله مستمر لمناطق الجنوب. اليوم بما انك مدير اداره المشروع استاذ سرمد اريد اعرف الحياه اليوميه للعامل هنا منطقه شبه معزوله نعم منطقه بعيده جدا يومهم شلون؟ أكلهم، شربهم، منامهم، إيش قد عددهم؟ إحنا العدد اللي عندنا عمال بحدود 54 واحد.
نعم. دول موزعين بين فرق الصيانة وفرق المنابة والمطبخ والمنام، موزعهم على عدة توزيعات. المنام وجباتهم تصير على يومين يومين، الوجبات مالتهم الشفت على 4 ساعات 4 ساعات، كل نعم. 4 ساعات يلزم شفت يرتاح 4 ساعات، والباقي الشفت الثاني يستراح ويرجع تحت المراقبة مرة الثانية. مستمرين ويانا ويانا، هذول 4 ساعات بحدود 8 إلى 10 عمال منتشرين على المضخات، لغير تفويل مضخات الديزل، مراقبة المولدات. المولدات عدد هسه عندي المولدات من 100 إلى 200 بحدود 13 مولدة بالعمل مستمرة لتشغيل 25 مضخة كهربائية، وعندي 28 مضخة ديزل مختلف التصاريف مستمرة على طوال الساعة. فمستمرين احنا خلال تبديلة الدهن، تبديلات الفلاتر، نفولها غاز. قبل ما ابدي بالسؤال الثاني، صار هسه صوت اي مرات صيد ما صيد، يعني يصيدون الود هنا اكو طير ما قير دراج ما دراج يطلعون هماتن وياهم. هذا ما صيد اي ما صيد، لا منطقه مؤمنه. وانا خفت شوي. لا لا كل شيء باقي كل شيء. يعني هاي هذا الموقع في سنه 2014 سقط بيد اصابات داعش. اي نعم اي نعم. ضرروا به، سرقوا منه امور. هو كان هذا كل هذا مغمور بالماء، يعني ذيك الفتره المضت كان الضرر بنظم التقسيم، صارت الضرر اكثر شيء. لان كانت هذا الموقع كله مغمور بالماء. احنا بال 2018 هم سوينا نفس المشروع، هم نفس المشكله صارت الشيحه، بس بال 2018 شويه صارت انه امطار اضافيه، وسعد المنسق شلنا غرامنا كلنا وساعدنا، يعني ما شغلنا المشروع، يعني ما اشتغل المشروع. بس شويه هالسنه صار عندنا المناسيب قلت وشغلنا المشروع من تاريخ 15/6 بلشنا فيه. زين قبل ما اختم وياك، اكيد يعني مشروع مهم وبه اجهزه وعاملين، صرتكم مرات حالات طوارئ مثلا طبعًا. يتوقف شغله، شلون تعطينا فد قصه مثلا؟ يعني احنا مرات التوقف مرات يصير عندنا مثلا لاغراض كاحداث، يعني موقف كرين، غرقت مضخه، بس انا يعني من يصير عندي من يصير عندي اي طارئ او اي مضخه من يصير عطل او شيء، الفرق كلها موجوده، ينتشرون كل من على شغله على مضخاته، وكل من يعرف واجباته ينزلون الطوافات لابسين كل ود النجادات مالتهم. مستمرين يعني ماخذين اقصى درجات الحمايه والسلامه المهنيه بالشغل مالتنا، ويا الكهرباء اما حماياتنا مستمره، وموجوده الكرينات الحفارات الشفر ويانا ويانا، بحيث احنا نمشي الشغل على مدار الساعه، بحيث اي توقف اي مضخه عندنا فنيين ميكانيك وفنيين كهرباء نرجع للتشغيل مره ثانيه خلال عيد، خلال ربع ساعه ونص ساعه نحاول نعيدها مره ثانيه. نعم يعني من تشتغلون قتال، احنا شغلنا قتال، احنا قتال. لما يدخل المي وهاي الامور يعني تحسون قد يشيل بلدكم؟ احنا بس مرات التعب اللي يصير مرات قد نتعب بالمضخات، سبحان الله هي بس تشتغل مضخه تدفع المي تعطيك فد راحه نفسيه. ايه؟ يعني سبحان الله يعني تحس انه قد يشيل. انا مقدم فشيد من اشتغلت المضخه، ولا كأنك تعبان بيها 3-4 ساعات بالتشغيل، ولا كأنك باذل الجهد، وترجع من ترجع التعب الجسدي يروح. انت تسبح ترجع ما تقدر تسبح ولا ترجع، بس مرات انت المضخه تشتغل انت نفسيا ارتحت. لك الثرثار بها هواي سمك. والله شبوط القطان وخير، ولازمكم على وحده في رادي لكم جايه خاصه. ايه. لازمكم على شبوط القطان. يلا ان شاء الله. لو جايبين سنارات ويانا. والله عين فقط وعين فراس. الله يجي يوم ان شاء الله نبات يومكم. اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا بكم. نعم. طبعا كل التحيه والشكر لك. الله يسلمكم، الله يسلمكم، شكرا لك. ربي يحفظك ان شاء الله. الله يسلمكم، الله يسلمكم. ويوفقك. تحياتنا لكل العاملين، نتمنى ويا عامل نسوي لقاء. والله ان شاء الله المرحله الجايه خليك تعرف عليهم واحد واحد، تعرفهم قصتهم ومختلفه من مهندسين الى محامين الى معاهد، يعني متشرين. حياكم الله، يرحمكم كل التحيه والشكر يا حماده. الله يسلمكم، الله يسلمكم. نعم احبتي المشاهدين، الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد، عرفنا كثير من الاسرار على مشروع الثرثار اللي للاسف معلوماتي كانت بسيطة عليها، ولكن عرفت أنه هذا المشروع مهم جدا في الموارد المائية العراقية. طبعا كل التحية والشكر لكل العاملين بهذا المشروع اللي حقيقة أثبتوا اليوم أنه الكفاءات العراقية كفاءات مهمة. أحبتي المشاهدين، أكو موضوع لازم اليوم أخبركم به وعرفته. تشاهدون ذاك قبر، وهو قبر رمزي لأحد العاملين اللي استشهد في الشهر 8، كان يصلح هذه اليوم المواد اللي قاعد تشوفوها، وللأسف غرق مع محاولات الإنقاذ وغيرها من هذا الموضوع، ولكن للأسف فقد حياته اليوم من أجل هذا المشروع، من أجل أن يوصل المي لكل المحافظات العراقية. وأيضا تحية وشكر لأبطال الحشد الشعبي اللي متواجدين بالقرب من مشروع الثرثار، اللي حقيقة بجهود كبيرة جدا أيضا وبتعاون مع وزارة الموارد المائية قدروا يوقفون هذا المشروع على حيله، وايضا توفير التامين والحمايه لكل العاملين في هذا المشروع.
إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم بحلقات أخرى، إلى اللقاء.